الكره الخالده رغم انه الرجل اللي حطم رقم قياسي في 6 اشهر قاد 4 الانديه، درب اتحاد مرسيري قبل ان يغير الوجهه للدوري الليبي، تعاقد مع نادي اهلي بنغازي ثم رحل بسبب النتائج ثم رجع لفريق الرجاء قبل ان تتم اقالته بعد شهرين من تعيينه بعدما تم تحقيق الفوز في 3 جولات من الدوري الاحترافي، وبالتالي خاض تجربه اخرى كانت بالدوري الجزائري بنادي مولودية الجزائر لموسم واحد، كذلك يعني فشلات هاد التجربه، ولكن كيبقى الرجل من المدربين يقدموا كذلك نتائج طيبه مع فريق الرجاء خصوصا الوصول للمباراه النهائيه لكاس العالم ديال الانديه وكان مواجهه فريق بايرن ميونخ الالماني. تمريره طويله والتجربه التونسيه مره اخرى رفقه فريق الرجاء مع مدير الكبير اللي كيعرف ما ينتظروا مع الفريق الاخضر على المستوى المحلي والقاري. تم هذه المحاوله زريده في الوسط لوليد عصبار، مشات كره في الجهه اليمنى عبد الصمد البدوي، عبد الصمد البدوي كيمرر مره اخرى عند وليد عصبار، تغيير اتجاه الكره البحث على الجهه اليسرى عند لاعب يسري ولكن كره طويله خارج ارضيه الملعب، ضربه مرمى لفائده فريق شباب المحمديه، كانت قراءه ممتازه لمساحه الملعب البحث على يسري بوزوق امامنا، ولكن التمريره ديال وليد عصبار كتخرج خارج ارضيه الملعب، ضربه مرمى لفائده فريق شباب المحمديه، مواجهات بين الفريقين على مستوى الارقام وعلى مستوى الاحصائيات والمعطيات هي المواجهه رقم 82، تواجه في 81 مباراه فاز خلال الرجاء 38 لقاء، فيما فريق شباب محمدي فاز في 18 مواجهه، التعادل كان في 25 مناسبه، اكثر لاعب حضر لهذه المواجهه هو الحارس عبد اللطيف العراقي، تعتبر واحد من الحراس اللي فاز بشيء كثير لشباب المحمديه وللمنتخب الوطني ولكره القدم الوطنيه، وكذلك عميد فريق اللي تقريبا يزيد 12 سنه، هذا ماشي بالسهل، كذلك 10 انتقالات بين الطرفين من الرجاء الشباب، نذكروا موسى حنون خالد مساليك، ومن الشباب الى الرجاء حق بن بله ونور الدين الزياتي ونور الدين القاسمي والجربوني، وعدد من اللاعبين، وهذا كيبين دائما العلاقه بين الفريقين. صمد البدوي لوليد عصبار، مشات كره على مستوى الجهه اليمنى، ممتاز من نوفل الزروني وكذلك من البدوي، فرصه تسديده من الرجاء الايمن، تسديده من نوفل الزروني خارج مستطيل العمليات، تسديده قويه تمر جانبا من القائم الايسر لمرمى الحارس سفيان بن رحوم، لكن طلب اللاعبين بانهم ما يخلوش هناك مساحات، لاحظوا الطريقه ممتازه ديال التمرير نوفل الزروني بالرجل اليسرى يسدد، ولكن الكره تمر جانبا والتسديد للمرمى كيبقى حل من الحلول بالنسبه للفريقين. حمزه الوسطي كيلعب كره في الجهه اليسرى، كانت تمريره من ايوب بوشتا على مستوى الجهه اليمنى، كان البحث على لعيبة كمال القراع، كره خارج ارضيه الملعب وشرط لفائده فريق الرجاء، نفذ الشرط وحمل زريده شنو يعمل زريده، محتفظ بالكره كيبرف عند يسري بوزوق في الوسط لروجر اولو، روجر مراوغه اولى وثانيه ممتازه، يسري عند وليد عصبار، فرصه لدى فريق الرجاء امكانيه تمرير على مستوى الجهه اليمنى بالفعل عند عبد الصمد البدوي اللي يحاول يرفع الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه لدى فريق الرجاء ولكن ما تمكنش نوفل الزروني وضع الكره امامه، كان تدخل ممتاز لمروان الفلاح والكره خارج ارضيه الملعب، الحكم في قشر لفائده فريق شباب المحمديه. امامنا جبل حركاس، تابعوا هذه الفرصه هذه المحاوله، تسديده من خارج مستطيل العمليات مرات جانبا من القائم الايسر، الرجاء اللي كان حقق 3 ديال الانتصارات او 4 انتصارات متتاليه على مستوى الدوري الاحترافي، اللي كانت البدايه الجوله 11 امام اتحاد طنجه 3-0، ثم امام النهضه المكاني خارج الميدان 2-0، ثم بالميدان امام موديج ديال الجوله 13 2-1، وبعد ذلك في لقاء كلاسيكو امام جيش ملكي بهدف نجاح، واعطى رسائل بان الرجاء يلعب هذا الموسم على كل الاستحقاقات المحليه والقاريه، وصولوا لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا وكذلك على مستوى منافسات كاس العرش، تنتظر مباراه عن دور 16 النهائي امام فريق يوسفية تبرشيد، غادي تجرى لاحقا، تعجلت الانشغال ديال فريق الرجاء باستحقاقات القاريه، فالوقت لفريق شباب محمديه تاهل للدور الثمن النهائي على حساب المولي وجديه بهدف لاجي، امامنا رشيد روكي
جميل صراحه انه نتابعوا الاطار الوطني انه يكون حاضر مع الفرق كذلك على مدى مدير كبير وهدف القراءات والحوار التكتيكي بين المدربين رشيد روكي كلاعب للعب للفتح الرباطي وللشباب المحمدي لسنوات كذلك باشبيليه الاسباني والباسيتي وخلى كذلك البصمه ديالو بالدوري القطري وقطر الخور وامصلال لعب للمنتخب الوطني المغربي ازيد من 20 مباراه وقطع 8 ديال الاهداف اليوم هو ك إطار وطني يقود فريقه السابق فريق شباب المحمدية خطأ لفيدة فريق شباب المحمدية كان تدخل أمام المدافع أيوب بوشتا لاحظوا التنافس بين نوفل الأزروني وأيوب بوشتا خطأ لفيدة فريق شباب المحمدية كلعبوا دقيقة 13 دائما تعادل سلبي 0-2 تابعنا ضغط قوي من فريق الرجاء رجع كرة من لاعب محمود بنتيك محمد زريدة زريدة دائما محتفظ بالكرة زريدة شنو يعمل زريدة كينتظر المساندة كيمر عند لاعب الجبل جمال حركاس اللي نوفل عزرهوني نوفل عزرهوني من الجهة اليمنى نوفل شنو يعمل نوفل دائما محتفظ بالكرة نوفل عزرهوني كيبحث على نووي مرة تمريرة ممتازة اللي يمكن كانت الكرة سريعة شيئا ما على حمزة خابة ولكن يعني كفكرة كانت ممتازة البحث على انطلاقات وتحركات ديال حمزة خابة حمزة خابة اللي يعتبر مدير كبير لاعب بامكانه انه يلقى حلول على مستوى الخط الامامي والجبهة الهجومية ديال فريق الرجاء سجل جوج الاهداف رفقة فريق الرجاء في الوقت هناك اصابة ديال نوفل الزرعوني الرجاء اللي كان دخل للحديث ومع مشاورات مع المهاجم ايوب الكعبي بعد توقف الدوري التركي ولكن المفاوضات ما مشاتش بشكل اللي يمكن اختار فريق الرجاء ولو ان ايوب الكعبي كان وضع كذلك فريق الرجاء من اللاعبين الاديه والاهتمام ديالو انه كذلك يلعب بالدوري الاحترافي انتقل للدوري القطري تبوا هذه المحاوله مروان افلاح كره خارج ارضيه الملعب شرط في عده فريق الرجاء هذا اللاعب مروان افلاح لاعب اللي عنده امكانيات مهمه خصوصا على مستوى وسط ميدان فريق شباب المحمديه كره في الوسط محمد زريده ليوسري يوسري بوزوق يوسري في الوسط وقت كضيع كره للاعبي فريق شباب المحمديه العوده لنصف الملعب لاجل غلق كل المنافذ وبالتالي انه كيخلوا اللاعبين ديال فريق الرجاء انه يبحثوا على الحلول فيما البحث على الامكانيات والمنتدى للفرصه تسديده ولكن بعيده وليد الصبار تسديده مشات فوق المرمى كانت فرصه لفيده فريق الرجاء امامنا وليد الصبار للعب لفريق الرجاء قبل انتقال من الوان اولمبيك اسفي والكوكب المراكشي ثم تجربه رفقه الامارات الاماراتي والعوده من جديد للقلعه الخضراء كبيرة طويلة فقط لروجر اولو زريدة حمزة خابة عند وليد الصبار لاحظوا هذه المترابطات وهذه الثنائيات والثلاثيات على مستوى التمريرات بالنسبة للاعبي فريق الرجاء رفعت كرة داخل منطقة الجزاء تدخل وابعاد الكرة من طرف المدافع عبد الحق عسال حق عسال وعبد الله غراف اللي كيقودوا الدفاع ديال فريق شباب المحمدية الى جانب زكريا ناصيك وايوب بوشة زريدة انطلاقه ديال نوفل الازرهوني لفرصه من فريق الرجاء الدخول داخل منطقه الجزاء رفعات الكره تدخل وابعاد الكره من طرف المدافع عبد الله غراف امامنا اللي كيبعد الكره للزاويه والزاويه الثانيه لفريق الرجاء هذا المره من الجهه اليسرى لمرمى الحارس صوفيا البرحو نفذت الزاويه بسرعه يوسري بوزوق نوفل الازرهوني تبعد المحاولة رفعات الكرة القائم الثاني الرأسية داخل منطقة الجزاء تدخل إبعاد الكرة من جديد جمال حركاس بالرأس ولكن أقرب لتوفيق الصافي البحث عن المرتد الهجومي هناك خطأ بالفعل هناك خطأ روجر أولو تدخل أمام توفيق الصافي لاعب اللي عنده خبرة وعنده تجربة واللي كيدفع به رشيد روكي منذ البداية في هذه المباراة توفيق الصافي لعب لأندية النهضة البركانية وسريع واتساب والجيش الملكي والمغرب الاعتطواني محاولة توظيف تجربة الصافي لباقي لاعبين فريق شباب المحمدية. غادي يتنفذ الخطأ. تعبى
وقعت الكرة طويلة من عبد الله غراف على مستوى الجهة اليمنى، باقي ما تابعناش انطلاقات ديال مروان نزيلة. وليد الصبار تبنى في الجهة اليسرى في اتجاه لعيبة محمد زريدة، تقطعت الكرة تعود من جديد لفائدة فريق شباب المحمدية. مروان نزيلة تبادل المحاولة، هذه فرصة أربعة ديال اللاعبين، تدخل الحكم كيقول ما كاينش هناك خطأ. مروان نزيلة كان أمامه يعني اختيارين، إما أنه يسدد ليه على المرمى لأن كان هناك نزعة، أو أنه يمرر لأنه كان تواجد ثلاثة ديال اللاعبين. أصبح الآن مرتد هجومي من الجهة اليسرى، حمزة خابة، خابة غيدخل داخل منطقة الجزاء، فرصة للرجاء، تدخل الحكم كيقول ما كاينش هناك خطأ، إبعاد الكرة. جات حكم كيقول خارج ارضية الملعب، واشار لبعدة فريق الرجاء. يعني مباراة متحركة، ننتظر فقط الاهداف خلال هاد الجولة. لاحظوا التدخل، ما كاينش هناك خطأ، تدخل ممتاز امام حمزة اخابة. لاحظوا هاد المحاولة وهاد الفرصة. المرتد الهجومي بواسطة اللاعب مروان نزيلة اللي راوق عن كل شيء، لكن هناك إمكانية التمرير. جبل حركاس الحكم كان قريب العملية، كيطلب مواصلة اللقاء. عصام بدوي، لوف الأزرهوني، يعني جمال حركاس الرجاء من بين أهدافه تصحيح يعني أخطاء الماضي، و انه يحقق كل طموحات الجماهير الكبيره واعاده فريق الرجاء دائما للالقاب والانتصارات والانجازات. كذلك محاوله هيكله الفريق، وضع قطيعه على الماضي بمشاكل واستثمار خصوصا الايجابيات، لانه كنعرفوا لما يوصل الفريق لنهائي كاس العالم المستويات اللي تابعنا، والرجاء كيبقى دائما رجاء لكبير بكل مكوناته، فلازم انه الفريق يبقى دائما في هذه المكانه لتمثيل افضل تمثيل باسم كره القدم الوطنيه، لانه واحد من الفرق اللي كتعتبر قاطره ديال الكره المغربيه. ذكر بانه تمكن الموسم الماضي فوز بكاس الكونفدراليه الافريقيه، كان فوز في النهائي على شبيبه القبائل، وكذلك الفوز بالبطوله العربيه كاس محمد السادس للانديه الابطال، وهي كلها رهانات مهمه بالنسبه لفريق بقيمه فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. هذا الموسم كذلك اللعب على الواجهه المحليه المستوى الدوري الاحترافي لحامل اللقب هو فريق الوداد. تبادل المحاوله نوفل العزراني، ولكن تدخل الدفاع. كذلك على المستوى القاري وعلى المستوى الافريقي، دوري ابطال افريقيا كما قلت مباراه كنتظروا امام فريق حوريه الغيني، لقاء غادي يدور بملعب 26 مارس بباماكو الماليا. فريق الغيني غيستضيف بماري، لانه الملعب ديالو ما استوفاش الشروط ديال استقبال المباريات الدوليه. الرجاء مباشرة بعد هاد المواجهة غادي يواجه في لقاء المستوى الدولي الاحترافي فريق حسنية أكادير، ولاحظوا هاد يعني المباريات كلها المهمة بالنسبة لفريق الرجاء. الرجاء اللي غيكون كذلك حاضر على المستوى العربي إلى جانب الوداد والجيش الملكي، والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ لها. انا كدت انها توصلت برساله بالاتحاد العربي لكره القدم، كينظم فيها شروط مشاركه الانديه في كاس الملك سلمان للانديه التي ستقام نهائيتها بنظام التجمع في المملكه العربيه السعوديه في الفتره الممتده ما بين 20 يونيو 5 غشت. انتبهوا هذه المحاوله لفائده فريق الرجاء، دخول داخل منطقه الجزاء ممتازه، زريده فرصه ومره جانبا، فرصه الهدف تضيع من محمد الزريده اللي كان بامكانه يوضع الكره في الشباك وتعبات بطريقه جميله بالكعب من الجهه اليسرى. تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لاحظوا هذه المحاولة، لاحظوا يسري بوزوق اللي مرر في اتجاه لاعب حمزة أخابة، و يعني التمريرة لاحظوا محمود بن تيك بالفعل هو اللي مرر، و زريدة كان بإمكانه يوضع الكرة في الشباك لو تسجلت هذه المحاولة، كان غيكون هدف من الأهداف الجميلة. الطريقة باش تلعبت والبناء الهجومي كان بطريقة ممتازة.
قلت بانه الكاس العربيه اللي غادي تلعب بنظام التجمع بين المملكه العربيه السعوديه 20 يوليو 5 غشت. وبما ان تاريخ البطولات دائما حسب البلاغ لا يتعارض مع البرنامج العام للدوري المغربي والبطوله الوطنيه، فقد وافقت الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بمعيه العصبه الوطنيه لكره القدم الاحترافيه بمشاركه الانديه المغربيه فهذا البطوله استنادا على استحقاق الرياضي الذي طالب به الاتحاد العربي، وستكون مشاركه الانديه المغربيه على النحو التالي: الرجاء مدعو بالاتحاد العربي كبطل النسخه السابقه، الوداد الرياضي البيضاوي حامل لقب الدوري المغربي، والجيش الملكي المحتل المركز الثالث في نفس البطوله بعد الوداد والرجاء. وتمنيت الجامعه الملكيه المغربيه بهذه المناسبه والعصبه الوطنيه التوفيق للانديه المغربيه وان يكون تمثيل مشرف لها في هذه المنافسه العربيه اللي قلت بان الرجاء ومن يحمل يعني اللقب بعدما كان فاز في النهائي على فريق الاتحاد السعودي. هنا كان تدخل امام محمد زريده حكم كيعلن خطا لفائده فريق الرجاء. العوده ديال مروان زيله من اجل مسانده الدفاع ديال فريق شباب المحمديه اللي كيبقى دائما تحت الضغط منذ بدايه هذه المواجهه. يعني خطا يعني بسنتيمترات من انه كان يكون داخل مستطيل العمليات. الحكم سمير قزاز كيطلب من لاعبي ديال فريق شباب محمدي ان يعطيو الامتار القانونيه. امامنا يسري بوزوق ومحمود بن تيك من اجل تنفيذ هذا الخطا وهذه الكره الثابته. لاحظوا صعود اسماعيل مقدم بتواجد حمزه خابه جمال حركاس والبحث على استثمار هذه الكره الثابته في مكان صعب صراحة، مكان صعب على دفاع ولا مرمى الحارس سفير برحو. إذا يسري بوزوق في الوقت الحكم دائما في حديث مع اللاعبين أن هناك تحركات داخل منطقة الجزاء. سنتابع هذه الفرصة وهذه المحاولة لفائدة فريق الرجاء. يسري بوزوق يستعد للتنفيذ. لعبت الكرة مباشرة تدخل وإبعاد الكرة للزاوية. إذا الزاوية لفائدة فريق الرجاء هي الثالثة في هذه الجولة الأولى من الجهة اليمنى لمرمى الحارس سفير برحو. هذه التنفيذ من طرف لاعب وليد الصبر. وليد لعبت الكرة دائرية خروج برحو في مناسبتين. سفير برحو الحارس السابق للكوكب المراكشي وللدفاع الحسني الجديدي. تابعوا التمريرة من وليد الصبار. لاحظوا خروج موفق للحارس سفيان برحو. في الوقت مشات الكرة على مستوى الجهة اليسرى أيوب بوشا في الوسط كمال القرع. كمال القرع كيحاول يلقى حلول في الوقت. لاحظوا الضغط على حامل الكرة سيرجع الكرة بسرعة. ممتاز يسري بوزوق دخول داخل منطقة الجزاء فرصة لفائدة فريق الرجاء. تمريرة ولكن ما وصلتش الكرة لحمزة خابة. إبعاد الكرة والمحاولة من طرف عبد الله غراف. تعود من جديد روجر اهولو. في الوقت هناك احد اللاعبين ديال فريق شباب محمد يسقطوا ارضية الملعب. لعبت الكرة في جهة اليمنى لانه لاعب غادي يكمل المباراة. مشات عند نوفل نوفزر وليد تسديدة ولكن بعيدة. تسديدة بعيدة على مرمى الحارس سفيان مرحوم من نوفل عزراوني. دائما البحث على تسديد للمرمى. مرمى فريق شباب المحمدية. موسم الثالث بالدوري الاحترافي بالنسبه لفريق شباب محمديه اللي كان صعد موسم 2019 2020 الى جانب فريق المغرب الفاسي. والفريق اللي كان غادر قسم الاضواء منذ 2008 و2009 تقريبا ما يناهز 11 سنه من الغياب يعود الدوري الاحترافي. شباب محمديه من الفرق اللي قدمت يعني شيء كثير لكره القدم الوطنيه. قدمت عدد من اللاعبين للكرة المغربية. بهذه المناسبة نذكر الحاج أحمد فرس اللي نتمنوا ليه الشفاء العاجل اللي كان قدم شيء كثير للكرة المغربية. ترفع الكرة داخل منطقة الجزاء إبعاد الكرة من طرف المدافع أيوب بوشتا. أحمد فرس صاحب الكرة الذهبية واللي ساهم في فوز المنتخب الوطني المغربي بكأس أمم إفريقيا. حضر كذلك كأس العالم 1970 والألعاب الأولمبية 1990 بميونخ الألمانية. كيبقى الهدف التاريخي للمنتخب الوطني المغربي وقع 42 هدف مع المنتخب المغربي. حمزة خابة استرجع الكرة. يسري بوزوق في الوقت أحد لاعبي فريق شباب محمدي مازال ساقط في أرضية الملعب. حمزة خابة ممتازة زريدة شوية بل أو محمود بن تيك حاول أنه يمرر داخل منطقة الجزاء في الوقت الحكم كيعلن الخطأ.
خاضع لفيدات فريق شباب المحمدية. تابعوا من جديد هذه المحاولة تدخل أمام المدافع عبد الحق عسال. تابعوا من جديد تدخل روجر أهولو كان أمام توفيق الصفافي هو اللي سقط في أرضية الملعب. الحكم كيطلب من توفيق الصفافي أنه يواصل اللقاء ويواصل المباراة. إذا الخطأ لفيدة فريق شباب المحمدية. لقاءات الإياب ستكون لقاءات قوية. ثلاثة ديال النقاط دائما مطلب أساسي ديال بالنسبة لكل فرق والأندية الوطنية سواء على مستوى المقدمة أو على مستوى أسفل الترتيب. ذكر بأنه منذ قليل تهجوج المباريات اتحاد طنجة تمكن من الفوز على فريق أولمبيك أسفي بهدفين لهدف واحد، هدفي محسن الربجة وسفيان المدن، فيما أولمبيك أسفي سجلوا يوسف مشت، فيما الدفاع الحسن الجديد هزم الميدان أمام المتصدر فريق الجيش الملكي الذي يواصل الصدارة ويواصل النتائج الإيجابية المحلية والقارية. فريق الجيش الملكي هدف أحمد حمودان اللي كيخلي فريق الجيش الملكي دائما على مستوى الصدارة. ذكر بأنه كانت مباراة مقدمة من امس المغرب الفاسي واجه فريق الفتح الرباطي، لقاء اللي انتهى بتعادل سلبي 0-2 بين الفريقين. مساء اليوم المولي وجديه سيواجه فريق حسنة اكادير بديت الساعه 8:30 مساء، وغدا جوج المباريات اولمبيك في الشباب سوالف الرياضي اتحاد الرياضي اعتونوكي امام المغرب اعتدوانو يوم الثلاثاء المقبل النهضه البركانيه الذي يستقبل فريق الوداد. تفلت الخطا الحكم غادي شهر الورقه وشهر ديال البطاقه في وجه ايوب بوشا، وهذا هو اللي خلى انه يطلب من اللاعبين ديال فريق الرجاء انه ينتظروا للصافره. هذا الاول بطاقه لايوب بوشا. لاحظوا التدخل كان امام نوفل الازرهوني، لاحظوا بسرعه نفذ الخطا تبادل في اتجاه نوفل الازرهوني. الحكم طلب من اللاعبين ديال فريق الرجاء انه ينتظروا حتى يعني اتمام يعني شهر الورقه والبطاقه بالنسبه للمدافع ايوب بوشتا. اذا الخطا وكره ثابته لفائده فريق الرجاء. وراء الكره وليد الصبار ومحمود بن تيك. الحكم كيطلب من اللاعبين ديال فريق شباب المحمدي ان يعطيو الامتار القانونيه اربعه ديال اللاعبين، والحارس سفيان بن رحو كيطلب اللاعبين انه ياخذوا المكان ديالهم. اربعه ديال اللاعبين اللي كيشكلوا حائط الصد وفرصه ومحاوله لفائده فريق الرجاء. محمود بن تيك، وليد الصبار اعتقد انه الاقرب للتنفيذ هو محمود بن تيك لانه كيلعب بالرجل اليسرى، واللاعب اللي كيجي تسديدات للمرمى. اذا غتم هذه المحاوله محمود بن تيك وليد الصبار وراء الكره ننتظر الصافره ننتظر تنفيذ هذه الكره الثابته. محمود بن تيك هو اللي كيسدد كره كتطلع في الحائط تعود مره اخرى اللي محمود بن تيك، ولكن السديده مشات بعيده خارج ارضيه الملعب. امامنا اللاعب محمود بن تيك اللي خدا المكان ديالو كرسمي في صفوف فريق الرجاء. المنافسات الافريقيه دوري ابطال افريقيا تواجد الوداد والرجاء. الوداد اللي بالامس تمكن من الفوز على فريق حورية الغيني، واللي منحوا الان سته ديال النقاط والعوده القويه لفريق الوداد بعد ما كان انتصر كذلك خلال الجوله الثالثه امام بيترو اتيسكو الانغولي بهدف لي لا شيء. الوداد هو حامل اللقب، نتمنى كل التوفيق للانديه الوطنيه المشاركه في المنافسات الافريقيه. الجيش الملكي كذلك الحاضر على مستوى كاس الكونفدراليه الافريقيه. الوداد اللي غيكون عنده خلال الاسبوع المقبل مواجهه فريق بيترو اتلتيكو الانغولي خارج الميدان. بين المباريات القويه هناك ديال السوداني امام كوتو سبور الكاميروني، الزمالك امام الترجي التونسي من المباريات القويه. سيمبا التنزاني على مستوى المجموعه ديال فريق الرجاء يواجه فريق فيبرس الوغادي. تو هذه المحاوله روجر اولو لوليد الصبار، وليد الصبار رفع الكره داخل المنطقه جا فرصه راسيه ما كانش بشكل جيد من محمد زريده. دائما الخطوره يسري بوزوخ بالكعب لزريده، ولكن هناك تغطيه لعوده ديال مروان عزيله. الحكم كيمنع خطا بالفعل لفائده فريق شباب المحمديه. كان تدخل ديال محمود بن تيك
تابعوا من جديد هذه المحاولة، رفعت الكرة من وليد الصبار داخل منطقة الجزاء الرأسية ديال محمد زيدان، ما كانش بشكل جيد. لاحظوا تمريرة ممتازة، الكرة مشات لبعيدة على لاعب محمد زيدان، التدخل ديال محمود بن زيك أمام مروان زيلا. هذه فرصة، حكم المساعد رفع الراية على لاعب أسامة المنيوي. قلت بأنه في كأس الكونفدرالية الإفريقية الجيش الملكي اللي حقق انتصارين مهمين أمام أسكو ديكارا طوغو 5-1 وأمام فيوتشر المصري 3-0. اللقاء المقبل كذلك من جديد أمام فيوتشر خارج الميدان. الجيش الملكي اللي كيحتل الرتبة الأولى في المجموعة الثالثة، 7 ديال النقاط مجموع ببيراميدز 5 ديال النقاط. الموسم الماضي كان ناجحا على مستوى المشاركات القارية، الوداد اللي فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا والنهضة البركانية بكأس الكونفدرالية وكذلك بكأس الممتازة اللي كانت مغربية خالصة بين الوداد والنهضة البركانية. نهضة البركان حاملة اللقب اللي خرج من المنافسات بعدما كان هازم أمام أورلاندو بيراس من جنوب إفريقيا، وبالتالي الجيش الملكي هو اللي كيحمل المشعل بكأس الكونفدرالية. لو دائما اقول بان المرآه ديال كره القدم الوطنيه بيمكن تتابعوها الى على مستوى المشاركات الافريقيه والمشاركات القاريه، واعتقد بان ما حققه المنتخب الوطني المغربي بكاس العالم الاخيره والوصول ديال الدور نصف النهائي كيخلي انه الكره المغربيه رائده افريقيا وعربيا، ولابد من استثمار هذا النجاح بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي اللي حقق قفزه مهمه وصبح في المركز 11 الاول عربيا وافريقيا بعدما المشاركه كانت رائعه بانجاز متميز بالنسبه للكره المغربيه. توازن محاوله ممتازه من جهه اليمنى، نوفل عزراوي تمريره يسري، تدخل الدفاع، تدخل كان ممتاز من عبد الله غراف لبعاد الكره من جديد لعبد الصمد البداوي. روجر اولو الرجاء اكثر دفاع وكذلك اكثر امتلاك للكره. شباب محمديه يعني حتى الان بعد مرور 34 دقيقة كنت شفناه في محاولة او محاولتين. توازن محاولة نوفل عزراوي الحكم كاين ضربة جزاء، ضربة جزاء لفيدة فريق الرجاء، الضغط يولي ضربة جزاء وهذا كان منتظر، اما تابعوا هدف او تابعوا ضربة جزاء. من وقت الحكم كيطلب اللاعبين ديال فريق شباب محمدية انه ينتظروا، هناك سيكون تواصل مع حكام البار في الوقت اللي سامي الكزاوي كيقول انه تابع اللقطة على اي سنتابع هذه المحاولة. لعبت الكرة نوفل عزراوي طريقة ممتازة باش خدع الكرة وباش حصل الكرة داخل منطقة الجزاء. نتابع هذه المحاولة، هل كان هناك لمس من طرف المدافع عبد الحق عسل في الوقت اللي حكام الفار اكيد غادي يتابعوا الصورة وسيتابعون اللقطة، كيطلبوا من الحكم سمير قزاز انه يمشي ويتابع الصورة. إذا سمير قزاز سيتابع الصورة وسيتابع اللقطة الأخيرة، هل كان هناك لمس أم لا؟ إذا ضربة خطأ لفيدة فريق الشباب المحمدية. محاولة كانت ممتازة خصوصا التمريرة لنوفل عزراوي كانت بشكل جيد. إذا الكرة كترجع للحارس صوفيا برحو في الجهة اليسرى عند أيوب بوشة، تمريرة طويلة صمد البدوي، ترجع الكرة للحارس أنس الزنيتي. إسماعيل مقدم، جمال حركاس من جديد على مستوى الجهة اليمنى، صمد البدوي لوليد الصبار، يسري بوزوق، استرجع الكرة من طرف لاعبي فريق شباب محمدية المطالبين يعني أمام الضغط اللي تابعنا بأنه التركيز يكون طيلة دقائق المباراة. كذلك الجانب البدني والطاره البدنيه ستكون عندها كذلك الكلمه ديالها في هذه المواجهه. كنلعبوا العشر دقائق الاخيره من هذا الشوط الاول، دائما صفر لمدي بين الفريقين. روجر اولو على مستوى الجهه اليمنى، يسري بوزوق، يسري شنو يعمل؟ يسري البحث على المراوغه ولكن التدخل من ايوب بوشه تعود لفائده فريق شباب محمديه طويله في اتجاه اللاعب اسامه البنيوي. جمال حركاس استرجع الكره اللي محمد زريده، هناك انطلاقه ديال محمود بن تيك ممتازه والحكم كيعلن على لمسه يد على مشاري مستطيل العمليات.
الوقت كانت المطالبه بان رمزي زيد داخل منطقه الجزاء. سنتابع هذه المحاوله. لاحظوا محمود بن جيك لعب كره في الصدر، كانت لمسه يد على لاعب زكريا ناسيك. اذا خطا لفائده فريق الرجاء من جديد على مشارف مستطيل عمليات الرجاء الذي يحاول الوصول لمرمى الحارس سفير برحو. اذا خطا اخر، سفير برحو كيطلب اللاعبين انه ياخذوا المكان، يكون المكان جيد. اذا خطا لفائده فريق الرجاء. وراء الكره هناك نوفل الازرولي، هناك وليد الصبار من الهدافين ديال فريق الرجاء. محمد النهيري اربعه ديال الاهداف محمد النهيري اللي كيرجع لمستوى الاحتياط ديال فريق الرجاء بعد الاصابه. جمال حركه ثلاثه ديال الاهداف، هدفين لحمزه خابه وزريده، هدف واحد لزكريا عدراف وسفيان بجديده وبتيك، كذلك هدفين لزكريا الهبطي ويسري بوزوق، مروان هدودي، محمود بتيك هدف واحد. سنتابع وليد الصبار تعبت كره، كضرب كره من جديد في الحائط، تعود عبد الصمد البدوي، البدوي تسديده ولكن بعيده بعيده من عبد الصمد البدوي على مرمى الحارس سفير برحو. يعني كتضيع محاولة أخرى بالنسبة لفريق الرجاء. كرة طويلة. كابتن لاعب حمزة الواسطي. ممتازة حمزة عند عبد الصمد البدوي والتدخل ومحاولة إبعاد الكرة من جديد لعبد الصمد البدوي. كيمر عند وليد الصبار، وليد الصبار شنو يعمل تمريرة ممتازة لزريدة، زريدة حاول انه يحصل الكرة لكن الكرة خرجت بالفعل خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى لفائدة فريق الشباب المحمدية. يعني المنذر الكبير المدرب التونسي يعني في حديث مع اللاعبين وكيطلب اللاعبين أن يكونوا قراب ومحاولة يعني الضغط دائما على حامل الكرة باش يبقى دائما فريق الرجاء قريب من المعترك ديال فريق الشباب المحمدية. مدير كبير اللي كيحاولوا يخلي دائما هناك انسجام، هناك توليفه على المستوى المحلي وعلى المستوى القاري. المستوى القاري انه كذلك كيمشي على خطى المدربين، لان الرجاء كل الالقاب اللي فاز بها على المستوى القاري كان مع مدربين اجانب اللي توجوا معاه بالالقاب، يعني لم يسبق لاي مدرب وطني. يعني قاد الرجاء التتويج الافريقي قبل من تقريبا زيد 30 سنه. الجزائر ربح سعدان خاض الرجاء لاول لقب على مستوى دوري ابطال افريقيا، كان حساب مولوديه وهران الجزائري البوسني هاليوود زيتش الاخير السابق للمنتخب الوطني المغربي، تمكن من الفوز بلقب 97 على جولدفيز الغاني. ثم الارجنتيني الراحل اوسكار فيلوني توج مع الرجاء بلقب دوري ابطال افريقيا كان على حساب الترجي. ثم الفرنسي الراحل اونغي ميشيل توج مع الرجاء بلقب الكونفدراليه اللي كان فاز بكارو الكاميروني 2003 على حساب كوتون سبور الكاميروني. ثم 2017 مع الاسباني خوان كارلوس غاريدو الذي يعود الى اجواء الدوري الاحترافي مع فريق الوداد مكان التونسي مهدي النفطي. ثم لسعد جرداء الشابي اللي فاز بكاس كونفدراليه ضد الشبيبات القبائل. وليد الصبار كيمر عند يسري من اجل اليمنى، يسري بوزوق كينتظر تحركة ديال حمزه خابا، كيمر عند وليد الصبار فرصه للرجاء، ترفع الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه مشات فوق المرمى. الراسيه ديال محمود بن تيك في الوقت للحكم كيقول هناك خطا محمود بن تيك. لاحظوا يعني محمود بن تيك وعبد الصمد البدوي ازدواجي على مستوى الادوار، الدور الدفاعي والدور الهجومي. وليد الصبار رفع الكره داخل منطقه الجزاء، هنا الراسيه ديال اللاعب محمود بن تيك الحكم اللي اعلن الخطا. كره في الجهه اليسرى لفائده فريق شباب محمديه. صعوبات كبيره يجدها فريق شباب محمديه على الاقل في اخراج الكره من المناطق. محمد زريده مشى الكره في الجهه اليسرى، تبدا المحاوله من الجهه اليسرى، محمود بن تيك، بن تيك مشى في الجهه اليسرى غادي يحاول انه يرفع الكره بالفعل العرضيه ليسري بوزوق، حاول يوضع الكره امام حمزه خابه ولكن هناك تغطيه دفاعيه وابعاد الكره للشرط، شرط لفائده فريق الرجاء. تنفذ بسرعه مره اخرى عبد الصمد البدوي. وليد الصبار، وليد رفع الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل الدفاع من جديد عبد الصمد البدوي يسدد لحمزه خابه. هناك لمسه يد، هناك لمسه يد وخطا لفائده فريق الشباب المحمديه. تابعنا المحاولات المتواصله لفريق الرجاء. نحن من جديد هذه المحاولات تسديد ديال عبد الصمد البدوي، حاول حمزه خابه انه يحصل الكره ولكن الكره لمست اليد ديال حمزه خابه.
حمزه خامه اللي كان يعني قريب من انتقال العربي الكويتي في صفقه لم تكتمل ويعود لمنافسات الدوري المغربي من بوابه فريق الرجاء الذي الح على الحصول على خدمات حمزه خامه اللي كان واحد من اللاعبين المتالقين على مستوى الدوري الاحترافي ورفقه فريق اولمبيك اسفي. جات كره في الجهه اليسرى حكم كيقول لك شو خطا وكيطلب وسط لقاء وشرط لفائده فريق شباب المحمديه. لفت الشرط لعبد الحق عسال صوفيا برحو كرة طويلة مروان زيلا كاين هناك خطأ تعود لفائدة فريق الرجاء عند اللاعب نوفل عزرونيني بدل المكان ديالو مشي من الجهة اليسرى رفع الكرة تدخل وإبعاد الكرة للزاوية ممتاز لاعب عبد الحق عسال الذي يتدخل ويبعد الكرة للزاوية زاوية أخرى لفائدة فريق الرجاء وجماهير الرجاء تنتظر لحظة هذا يعني الأعداد الكبيرة وهذا الحب الكبير والجارف لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي يعني أينما تحل خارج الميدان خارج أرض الوطن إلا جماهير الرجاء حاضرة بقوة وهذا تبعناه في كل المباريات اللي كيجريها فريق الرجاء محليا وقاريا وهذا هو كيخلي بأن المطالب ديال الرجاء مطالب ديال الجمهور كتكون دائما كبيرة بهذا الحجم اللي كنتابعوه دائما بالنسبة للحضور ديال الفريق جماهير ديال فريق الرجاء والمطالب كتبقى دائما هي مشروعة في الوقت كتبوا المحاولة الأخيرة اللي عرفت تدخل الدفاع وإبعاد الكرة وإبعاد الخطورة باش لو يشوف دائما فريقه يعني حاضر على مستوى الالقاب وعلى مستوى البوديوم تعبت الكره طويله فرصه لشباب محمديه فرصه الحكم المساعد رفع الرايه كانت محاوله بواسطه كمال القرع اللي تمكن انه يمشي ويكون وجه لوجه مع الحارس انس الزيتيني كان التدخل ديالو كذلك كان تدخل جيد ولكن كان هناك صافره هناك رايه بالفعل كمال القراع كان في وضعية تسلل من المحاولات القليلة إن لم أقل نادي رابس من فريق شباب محمدية خلال هذه الجولة الأولى البحث دائما على المرتدات الهجومية السريعة كرة في الوسط روجر أولو اللي وليد الصبار حمزة خابة ترجع كرة من يوسري بوزوق لوليد الصبار روجر اولو من جديد كلموا الان الدقيقه الاخيره من الوقت الاصلي الجوله الاولى دائما التعادل السلبي صفر لمثله في انتظار التعرف على الوقت بدل الضائع والرجاء دائما مندفع والبحث عن حلول يوسري بوزوق وليد الصبار مره اخرى مشات الكره في الجهه اليمنى لعبد الصمد البدوي عبد الصمد البدوي للاعب نوفل عبد الصمد البدوي ليوسري بوزوق تم تقصير من لاعبين الفريق الرجاء في الوقت لشباب محمدية دائما يعني وفي للتنظيم الدفاعي صمد البدوي تمد المحاولة تمرير باتجاه لاعب نوفل عزروني وسط كرة لمحمد زريدة عند حمزة خابة مترابطة بين لاعبين الفريق الرجاء في الوقت المطالبة بالخطأ والحكم يعلن على خطأ لفائدة فريق الرجاء من جديد على مشارف مستطيل العمليات تبعنا التمريرات والثنائيات بين لاعبي فريق الرجاء من جديد لكان تدخل ديال عبد الحق عسال امام نوفل عزروني والحكم يعلن الخطا لفائدة فريق الرجاء في الوقت للحكم الرابع كيعلن على دقيقتين كوقت بدل ضائع هل ستكون كافيه لمندر الكبير لتسجيل الهدف الاول في هذه المباراه ام لشباب محمدي راي اخر انه ينهي على الاقل الشوط الاول بهذا التعادل السلبي سنتابع هذه الكره الثابته وهذا الخطا لفائده فريق الرجاء لاحظوا سفيان برحو كيطمم اللاعبين بانه ياخذوا المكان يعني المناسب فيما وليد الصبار نوفل الزرهوني وراء الكرة إذا ننتظر تنفيذ هذا الخطأ وهذه الكرة الثابتة كذلك تواجد يسري بوزوق حكم المواجهة كيتوجه لدكة احتياط فريق شباب محمدية هناك إنذار للمدرب المساعد إذا الخطأ لفائدة فريق الرجاء إذا يسري بوزوق وراء الكرة
في الوقت الحكم كيطرد دائما من اللاعبين ديال فريق شباب وحباديه اللي كيشكلوا الحائط بانه يعطيو الامتار القانونيه. يسري بوزوق يستعيد للتنفيذ الى جانب نوفل العزروني، من سيسدد هذا الخطا وهذا الكره الثابته ننتظر على الصافره. اذا يسري بوزوق يلعب الكره وتدخل الحارس، تدخل الحارس سوفير بن رحوم في المكان المناسب كيتمكن من تدخل والتقاط هذه الكره لعبت. لاحظوا يسري بوزوق حاول يلعب الكره بذكاء في القائم الايمن وتدخل الحارس سفيان بن رحوم. مشات كره في الجهه اليمنى من زاويه اخرى نتابع هذه المحاوله. ترجع الكره للحارس طويله من سفيان بن رحوم لروجر اولو من جديد في ذات فريق الرجاء. مشات كره على مستوى الجهه اليمنى نوفل العزروني. نوفل العزروني قيم بدور مهم. ترجع كره من وليد الصبار اخر التوالي. هذا ايمن الحكم هو اللي عنده صاحب القرار الاول والاخير على المستوى الوقت بدل الضائع. استرجع كره من توفيق الصفافي من جديد في فائده فريق الرجاء. كيقول الحكم كيجيو لك خطا من جديد. توفيق الصفافي الحكم كيعلن حاول انه يعلن على نهايه المباراه في الوقت اللي مازال هذا التوالي الاخيره. نوفل العزروني حبزه خابه وابعاد الخطوره. إذا الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-2. جولة أولى كنقول بأن دفاع كلي وقوي لأشبال المدرب مدير كبير على مرمى سفيان بن رحوم. عدد من المحاولات اللي ما تمش استثمارها بسبب الفريق الرجاء في الوقت الشباب محمدية كيحاول أنه يغلق كل المنافذ أمام لاعبين ديال الفريق الرجاء. أعتقد بأنه في التغطية الصحيحة ستكون فرصة للمدربين المدير الكبير ورشيد روكي من أجل تقديم النصائح والتعليمات للاعبين بأهداف الظهور بوجه أفضل خلال الجولة الثانية. أشكركم، هذا هشام فراج يحييكم، ألقاكم عند بداية الشوط الثاني، لكم مني كل الاحترام والتقدير. إلى اللقاء.